تشهد بنغلاديش أطول موجة حر منذ نصف قرن، مع انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع لتتفاقم معاناة السكان. وارتفعت درجات الحرارة في دكا إلى حوالي 40 درجة مئوية ليتحمل الفقراء العبء الأكبر جراء الشمس الحارقة. تراجع دخلي بشكل كبير، كنت أقوم بـ20 رحلة إلى 30 يوميا، لكن العدد تراجع الآن إلى ما بين 10 و15. قدرتي البدنية محدودة في هذا الحر، كما أننا لا ننال كفايتنا من النوم نظرا للانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي. وأغلقت الحكومة عشرات آلاف المدارس الابتدائية، بينما تم خفض إنتاج الكهرباء بشكل كبير رغم ازدياد الطلب على المكيفات والمراوح. لدي طفلتان، واحدة في الصف الأول والثانية في الصف السابع. تم إغلاق الصف الأول بسبب درجة الحرارة المرتفعة، لكن تلاميذ الصف السابع ما زالوا يرتدون المدرسة بسبب الامتحانات. يجب إغلاق هذه الصفوف أيضاً لأن الأطفال يعانون كثيراً في هذا الحر الشديد. وأجبرت البلاد على تعليق العمل في أكبر محطة لإنتاج الكهرباء نظراً لعدم تمكن الحكومة من تحمل تكاليف الفحم اللازم لتشغيلها. وتراجعت قيمة التاكا البنغلاديشي بنسبة 25% مقابل الدولار العام الماضي، ما أدى إلى زيادة تكاليف واردات الوقود ومرافق الطاقة. الوضع سيء للغاية في ظل هذا الحر. أمضي يومي هنا في العمل ولدى عودتي تنقطع الكهرباء. وخلصت دراسة أعدتها مبادرة إسناد ظواهر الطقس إلى أن التغير المناخي جعل تكرار موجات الحر المميتة في بنغلاديش والهند ولاوس وتايلاند أمرا مرجحا أكثر بـ30 مرة.